التشكي الأول للجراحة، والذي يستمر يومين ويهدف إلى تعزيز التعاون في المجال الطبي، حيث من المقرر أن يتم خلال الأيام القادمة افتتاح 6 مخيمات طبية جراحية مجانية. هذا المؤتمر تم بتنسيق وتعاون بين أطباء بلا حدود، أطباء حول العالم، ومستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وسيستمر اليوم وغدا، وستلقى فيه العديد من البحوث المتعلقة في موضوع الجراحة، ويتبادل الإخوة الأطباء الأتراك واليمنيين التجارب والخبرات. وكان رئيس الوزراء قد تحدث عن تطور العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة بين اليمن وتركيا، وتحدث السفير التركي عن المؤتمر بأنه يأتي في إطار التعاون بين منظمات المجتمع المدني في البلدين، ويوثق العلاقة المتينة بين اليمن وتركيا. وكانت الدفعة الأولى من جرحى الثورة قد وصلت تركيا لتلقي العناية الطبية واستكمال العلاج في المستشفيات التركية. أولا نحب أن نقول أن هذه الفعالية وهذا المؤتمر يأتي لإنتاج تعاون منظمات المجتمع المدني والمتمثل في جامعة العلوم والتكنولوجيا ومؤسساتها الخيرية، وكذلك من الجانب اليمني ومن الجانب التركي أطباء العالم التركية. وبحسب المعلومات فإن دفعات جديدة ستصل تباعا خلال الأيام القادمة إلى تركيا لتلقي العلاج والعناية الطبية. مختار الرحبي لبرنامج صدى الأسبوع. وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج صدى الأسبوع. نذكركم بإمكانية